يقول في انمي كان امريكا تقول ما احتركت الصيف الاول ما قدرش الصيف الثاني. ان الصيف الثاني عليه دور. وهذا هما الاختلالات اللي كاينين. البارح جاو داروا وقفه هنا تحيد 27 بيرمي و4 دقريم. علاش؟ باش ينصفوا الصيف الثاني على الصيف الاول. انا دابا كيتماش عندي هذا السلطه. انا السلطه كان على الاقل قبل ما دير ذاك القرار اتصل بالناس اللي كيمثلوا الصيف الاول هاللي وقع هاللي وقع. لان هنا المواطن اللي كيركب شارع محمد الخامس راه مواطن من ضعيف عندنا في مدينه اكادير. باش تقول لي يركب الصيف الثاني حتى الباطوار باش يركب ما يمكنش. الناس ولفوا انه كيجي كيركب هنا بسبعه دراهم. راه لو صبتي تاكسي من هنا للباطوار بيطلب له 10 دراهم. امبوسيبل. راه الطاقه الطاقه الشرائيه ديال المواطن راه اصلا هي مهدوده وكنزيدو نهددوها. لذلك حنا كنهضروا على هذه الوقفه ديال اليوم غادي نجبدوا جميع المشاكل اللي كيعيش فيها القطاع. اولا المشكل اللي وقع البارح واتخاذوا الرخص واعاده الرخص لاصحابها. ثانيا نهضروا على المحطه اللي عطاونا وعود كاذبه للمجلس البلدي. عطينا وعود كاذبه انك غير تحول وغادي ندير داك الشيء اللي خاص. ولاصون الضو باقي كيتقطع الترابه باقا هي هي. التواليت اللي قاد التواليت فقط بوست ديال الضو بوست ديال البوليس ما كاينش. الديمومه حاطين جوج البوليس وعرفتوا سيدي شنو هي نقطة سوداء في الأمن ديال مدينة أكادير ما كاينش. راه كاين دابا واحد العدد اللي كيوصل العشية كيديماري بسيارته ولو أنه شاد الخطوط الخارجية لأن الأمن ناقص في هذيك المنطقة. وغادي نهضروا على مسائل أخرى إذا جاي إذا كان المحاور ما كانش راه حنا غادي إذا كانت هذه صغيرة غادي نكبروها أكبر. أنا تنهضر معاكم مخلص 12 مليون ديال البروسيات اللي مخلص أنا 12 مليون ديال البروسيات. حنا بغينا نخدموا حور ما البروسيات كاينين ديال الطرقان كاينين ديال بحال هذا الشيء ديال البلايص كاين ديال الكسيدة كاين بزاف ديال المشاكل تنتعرضوا للمشاكل بزاف وهذا الشيء تيسببوا لنا فينا هذا المشكل هذا وهو المكاتب ديالنا اللي تيغزرونا ما بغيناهمش يخويو بغينا حنا الملك ديالنا يحل لنا المشكل ديالنا ديال هذا الشيء. الناس الكلاب كاينين بغاو الناس يركبوا التاكسي يركبوها بغاو الطوبيس يركبوها بغاو التاكسي صغيرة يركبوها مالنا حنا اللي هود. انا البارح مشى لي البيرمي ديالي انا غير زايد علاش يمشي لي البيرمي شنو درت وهزر لي كارت ديال الشهود. الخطاف ما تيتدار لي هكاك اللي تدار لي انا الخطاف ما تيتدارش لي هكا هذا الشيء اللي تدار لي انا حرام حرام حرام. ما سمحناش للمكاتب اللي تيخربلوا فينا هنايا. احنا ماشي السلطه دالماني هما المكاتب ديالنا هما الظلماء الكبار يعطيونا باتجاه يخليونا نخدموا. احنا نطالب هذا رئيس الجماعه اللي جا لقى المشروع لان لقى المشروع ديال مشروع ملكي. هذا ماشي مشروع ماشي مشروع عادي هذا راه مشروع ملكي. احنا بينا تغيير في المدينه ولكن احنا بينا تغيير في المدينه بينا المشروع الملكي يمشي بينا المدينه تقادير التغيير من 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 الضعف ديالها حتى الاحسن ديالها. ولكن منين كيقول لك الطاكسي الكبير هي اللي دارت المشكل في اكادير والخطاف خدام في الغاز وكيهز الكاوريه من هنا وتريبورتور وهذا الشيء راه ماشي راه ماشي مدينه سياحيه راه جاي راه سميتها سميوها مكسيك ولا اش من اش من ولا فاش كيخدم تريبورتور والتيك توك وداك الشيء راه كيخدم في مصر. حنا عندنا الطاكسيات عندنا غير 1382 تاكسي والخطاف 3600 خطاف هادشي راه بزاف. نفس المشكل في لا زون توريستيك في تغازوت لا زون توريستيك هنا لا زون توريستيك في تمسيه هادشي راه ماشي معقول. دابا شو ولا منعوا عليكم تهزوا الناس؟ حنا شارع محمد الخامس منعوه لينا قالوا لك اسيدي ما تهز البلايص خليهم للخطاف. الخطاف ها هو دابا غيدوز غيهز ستاد الناس ما كاين اللي غيهضر معاه ولكن حنا منعوا علينا. واش كيديروا؟ واش من قانون كيطبقوا؟ لحقاش مدونه السير 0552 ما فيهاش هادشي اللي كيقولوا. تصور يا اخي كيحيدوا لك الكريمه بطريقه لان كاين البنود في مدونه السير 0552 كاين البند 64 اللي كيقول لك وسياره الاجره لا تتوفر على الوثائق الاداريه خصها توضع في المحجز ما عندها شي وثيقه خاص بشي وحنا كيسحبوا لنا الكريمه ما كيعطيوش علينا الوثيقه ومدونه السير كيقول كنا وثيقه مسحوبه يعطيك عليها الوثيقه ديالها تسحب البيرمي يعطيك الوصل تسحب كذا يعطيك الوصل هذا ما كيعطيك حتى شي وصل يعني تيحيد لك البوليسي هنا حدا علي بابا تمشي للقمره كيقول لك ما قلت لك انا اعطيه
عندك الرخصه ما عندكش، ديك الساعه كيديها الفوريان، لان علاش كيطبق عليك القانون ديال المداونه 0552 كيلقى بان ما عندك ديك الوثيقه ديال الكريمه. هذا التحايل على القانون، خص ما يتحايل على القانون. حيتي لها الكريمه درتي حاجه، اعطيني البون ديالها، اش غنقول انا الباترون اللي مشى ديال الكريمه كيقول لي اجليتيها ولا عطيتي بها شي حاجه ولا خديتي بها اللحم؟ هادشي راه ماشي معقول. علاش تولد فيها؟ علاش تولد فيها؟ علاش تولد فيها؟ علاش تولد فيها؟